فيما يتعلق بمؤشرات البطالة، وزارة التخطيط وعبر الجهاز المركزي للإحصاء والتعاون مع منظمة العمل الدولية أجرينا مسحا خلال العام الماضي 2022 وليس خلال هذا العام للقوى العاملة في العراق ولسوق العمل. أظهر هذا المسح أنه معدلات البطالة شهدت ارتفاعا في معدلاتها بالمقارنة ما كانت مع ما كانت عليه في عام 2018 وما قبلها، حيث ارتفعت النسبة إلى 16.5% مرتفع عن 14% كانت في عام 2018، وهذا الارتفاع بالتأكيد جاء متأثرا بالتداعيات التي شهدها العراق خلال السنتين الماضيتين، لا سيما بعد عام 2020 صعودا الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية تسببت بحدوث مثل هذه التداعيات. على مستوى الشرائح طبعا بالتأكيد نسبة البطالة ترتفع بين الشباب الذي هم بعمر 18 إلى 24 سنة أو 25 سنة أكثر من الشرائح الأخرى الأكبر عمرا، يعني على اعتبار أن هذه الشريحة ما زالت في بداية الحياة وهي أكثر شريحة تبحث عن العمل، تصل نسبة البطالة بين هذه الفئة العمرية إلى أكثر من 2 أو 23%. ونجد البطالة أيضا ترتفع بين النساء أكثر من معدلاتها عند الرجال، نتحدث عن 14% عند الرجال بشكل عام ترتفع أو 15% ترتفع إلى ما يقارب ضعف هذه النسبة عند النساء، تصل إلى أكثر من 26%. هذا هو المشهد العام للبطالة في العراق خلال سنة. أجدد التحية بك ثانية سيد الهنداوي، هل يمكن تحديد أي المحافظات هي أكثر نسبة بوجود البطالة؟ نعم بالتأكيد هناك تباين بصراحة بين المحافظات، بين محافظة وأخرى في معدلات البطالة وفقا للنشاط الاقتصادي ووفقا لطبيعة الحياة في كل محافظة. هنا مثلا في بعض المحافظات الجنوبية ترتفع النسبة إلى 16 أو 17%، فيما تنخفض إلى دون 15% في محافظات أخرى بحسب كما ذكرت بحسب الأنشطة الاقتصادية، ولكن النسب بشكل عام في أغلب المحافظات تكاد تكون يعني متقاربة، يعني الفروقات يعني تتراوح ارتفاعا او انخفاضا من 5 إلى 7 أو 8 درجات بين محافظه واخرى، ولكن بالمجمل في محافظات الجنوب هي اعلى، وايضا لدينا في محافظه نينوى هناك نسبه بطاله، كما هناك نسبه فقر في المحافظه بسبب ظروف المحافظه وخروجها من ازمه شديدة اللي مثلت بداعش من 2014 إلى 2018 تقريباً.